احنا عملنا تقرير في وجهة نظر الجمهور نشوفه ونرجع نكمل كلام. هنا الفنانة نيلي كريم فنانة كويسة جدا، بس انا بحس ان هي مهتمة بالباليه اكتر من التمثيل. المفروض ان هي ممثلة، فالمفروض تهتم بالتمثيل اكتر من الباليه. في الفيلم الاخير اللي الناس طلعت من نص الفيلم، المفروض تدي كاركتر احسن من كده، تقرا الورق، تقرا الدور قبل ما تخشه. نيلي كريم بصراحة حد اوفر قوي. مرة كان في ندوة في كلية اعلام، على فكرة انا طالب في كلية اعلام يعني، فكانوا جايبين نيلي كريم، فاحنا قاعدين في وسط الندوة كانت اوفر قوي، بترد على الاسئله بصوره فيها غرور زياده عن اللزوم. كريم انا كنت معاك في كل عمل، ويا ريت تحسني معاملتك مع الناس قوي قوي اللي زعلانين منك. ايه رايك؟ بس انا ما كنتش في كليه الاعلام خالص، ما رحتش. ما رحتيش ندوه في كليه الاعلام؟ ما رحتيش ولا رحتي كنت هاديه ولا حد استفزك هناك مثلا؟ لا فحصل ما رحتش خالص. ليه بتكرهي تروحي كليات او ليه ما بتحبيش تروحي الجامعه مع ان الطلبه هم دول جمهورك؟ ده السن اللي بيتفرج على الاستعراضات وعلى المسلسلات، هو ده. انا ما روحتش، على فكره الكلام ده مش مظبوط اصلا. ايه اللي مش مظبوط بالظبط؟ انا ما روحتش. ان في غرور مثلا او انك كت بس كت كده اهو. كت ستوب يا جماعه. انا ما روحتش عمري كليه اعلام اصلا. امال درستي ايه؟ نعم. مش ده جمهورك؟ ايه علاقه انا درست ايه؟ هو بيقول ان انا لا يعني مش عارفه الندوه وبتاع، وانا ما كانت ندوه بعد فيلم. ما حصلش، انا ما روحتش. انا الندوه الوحيده اللي رحتها يعني ضربتي معاد؟ ما رحتيش الندوه؟ ضربتي معاد؟ لا، انا الندوه الوحيده اللي رحتها كانت في الجامعه الامريكيه. دي ما روحتش ندوات تانية خالص. فالراجل ده بيقول اي كلام طبعا. مش موضوع كده، انت جاي هنا تهزقني يعني ولا جاي ايه؟ ليه اهزقك ليه خالص؟ عطني وش عندك يلا قول. مش ده جمهور في الشارع؟ ماشي، جمهور في الشارع. الجمهور ده هو اللي بيقطع تذكره السينما وبيدفع فيها دم قلبه ويدخل العرض ويتفرج عليك، من حقه يقول رايه ولا ايه؟ انهي راي؟ راي ايه؟ راي اللي بيقول انا مهتمه بالاستعراض مش مهتمه بالتمثيل؟ هو عمره شافني اساسا في استعراض؟ اكيد راجل شكله بيروح الباليه وبعدين شاف الفوازير. شكله كبير وقاعد على ياكل ترمس كبيره. على فكره الترمس مش عيب يعني، القصه مش قصه ترمس. يلا يلا ماشي، خلص البرنامج وخلص. هتردي على جمهورك؟ طيب هقول له ايه؟ خلاص مش مهم يعني، اهدي كده ونرجع للموضوع. فنانة الاستعراضية نيلي كريم، بنحس انها مش صادقة في تمثيلها. ده حقيقي؟ انا معرفش يعني. انت مش صادقة في تمثيلي بصراحة، بمثل. ده اعتراف لبرنامجنا وجهة نظر. المفروض ابقى صادقة ازاي؟ ايه نعم؟ هتعالجي ده؟ لا. ده تحدي لجمهورك يا نيلي. انت نجمه يعني، المفروض انت في الصف الاول تخلي بالك قوي من راي جمهورك. ايوه. وتخلي بالك من انطباع اللي بيسيبوا شغلك عندهم. ما نتحداهمش كده، ما نقولش مش هنصلح مش هنعمل. ده مؤشر خطير. انا عم مش صادقه في تمثيلي خلاص. ليه؟ سبب ده الملامح ده مش مصريه او عن ده؟ لان ده رايك انت شخصيا، لكن مش راي بقيه 60 مليون اللي موجودين في مصر. 70 مليون في مصر. 70؟ طيب مش متابعه. لا ده مش رأي شخصي يعني. امال ايه يعني؟ عموما حتى لو ده رأي شخصي انا عايزك تشرحي وجهة نظرك. انا صادقه، انا شخصيا صادقه مع نفسي وفي تمثيلي، وما بعملش اي عمل، ما بعملش اي عمل الا لو مقتنعه بيه تماما، وما بعملش اي دور. علشان كده انا مقله في اعمالي. انت مقله في اعمالك؟ ما بعملش غير عمل ازاي في السنه. ازاي؟ ازاي؟ قول لي ازاي بقى. خلاص، فوازير فوازير ومسلسل وجه القمر وسحر العيون وحرب ايطاليا واسكندريه ونيويورك. طيب وانت إيه؟ عمري واحلام الفتى الطائش وغبي من طيب نفيد ورأس الباليه والباليه المائي. كل ده مش يعني كل ده مقله في اعمالك. انت درست فين اصلا؟ لا يعني ده مش موضوعنا. لا موضوعنا، لانك انت ما عندكش حتى ثقافه عاديه يعني. لا ستوب، هي يعني اللي فيها انت ما عندكش حتى ثقافه عاديه. باليه مائي وباليه مش عارف ايه وبتاع يعني، ما معرفش يعني. على الاقل لما عارف انك انت بتستضيف فنان يبقى شوف السي في بتاعه بيعمل ايه، اعماله ايه، اي يعني ثقافه عامه كده خفيفه يعني. طيب نتكلم في موضوع تاني. انا مش عارف يعني، واضح ان مواضيعنا كلها مضايقاكي. نتكلم لا، وانت رخم بس. ايه رخم؟ قصدك قوي؟ لا رخم، في فرق. قصدك واضح؟ نعم اكيد قصدك واضح يعني. ان انا مش واضح؟ واضح خالص. انا معرفش انت مهم يعني. يلا يلا نخلص بس، عشان انا ايه قدامي شويه وعندي تصوير لازم اروح. فاتفضل حضرتك. طب يلا 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 اوكي.
هنسال اسئله بقى من اللي هي العاديه بتاعت العاديه يا ريت بتاعت ماشي يلا 5 4 3 2 يلا خلينا نخلص 2 1 يلا ايوه الفنانه الاستعراضيه نيلي كريم حاسه انها نجحت في التوفيق بين الفن والعلاقه في البيت يا ريت تقول استعراضيه لولبيه نيلي كريم استعراضيه ايه لولبيه نيلي كريم عطني وش عندك يلا قول لولبيه ما بالمره بقى يعني ما لا مش هقولها طبعا مش لطيفه يعني عايزك تفكي بس كده انا فك بلاش الاستعراضيه يعني 2 1 الفنانه نيلي كريم حاسه انها نجحت في انها توفق بين حياتها الاسريه وحياتها الفنيه لاي درجه يعني ايه مش فاهمه ايه درجه الحمد لله انا مبسوطه كويسه يعني حاجه ما تخصكش يلا احنا معانا تقرير عملناه نشوفه ونرجع نكمل كلامنا مع بعض اتفضل هنا التقرير هنا نيلي حبيبي انا برنامج ده منه هقدر اقول رايي اللي يمكن صعب ان انا اوضحهولك او اقولهولك بطريقه مباشره انا شايف ان انت ام هايله كتير ناس ما تعرفش قد ايه نيلي ام كويسه قوي بتحب بنتها جدا فانا شايف يا ريت لو نقدر نقعد في البيت يعني انك تقدري تعملي 6 بيت رائعه التمثيل الى حد ما مش بتاعك يعني انت مش مركزه فيه قوي مش محتاجاه كتير من الادوار بتهمليها السيناريوهات اللي بتيجي ما بتتقريش ما لهاش لازمه يعني بتعملي ادوار بس لما تحبي لانك انت مش محتاجه انك تمثلي رأي من اقرب الناس لنيلي كريم الرأي واضح هو بيقول ان هو يعني طبعا ده زوج الفنانه نيلي كريم بيقول ان هو سعيد في حياته الاسريه لكن بالنسبه للفن عنده ملحوظات صعبه قوي ممكن حد ينادي لي سماح سماح هنا مشيت يا نيلي عندها اوردر بس عايزه يقولي لي وانا لا ولا حاجه انت بالذات بقى اسكت خالص مش ليه سماح مش موجوده سماح يا جماعه موجوده مشيت نكمل احنا فاضل 5 دقايق بالظبط نيلي اهدي عشان تبان على ملامح التوتر على فكره اهدي شويه لا انا عادي خالص كل ده هيتمنتج اصلا يعني مفيش مشكله خالص في الموضوع ان شاء الله عطني وش عندك يلا قول يلا يا جماعه 5 4 حركه بس في حركه ورا 3 2 1 مين اللي مالك لا مفيش شايفك مش مبسوطه يعني المفروض ابقى مبسوطه ازاي يعني حلقه حلوه طب ما تكمل يعني. طيب كمل الكام سؤال بس دول عشان انا عايزه سؤال 18 و19 لا مش هنقولهم خلاص